السلام عليكم. يمكن النهارده جايين لحضراتكم باخبار جديده وانفرادات جديده ان شاء الله باذن الله مش هتسمعها في اي مكان تاني. امبارح امير مرتضى منصور نزل تويته هاجم فيها كارترون، هنقول لكم تفاصيلها بالظبط. وكمان معانا الزمالك بيتفاوض، او وكيل نجم الاهلي بيتفاوض مع نادي الزمالك، او بدا التفاوض بالفعل مع نادي الزمالك عشان ينضم ليه الموسم القادم. والحاجة الثالثة اللي معانا كمان النهاردة ان كارتيرون في جلسته الاولى مع اللجنة الثلاثية طلب لعيبة محددة وطلب لعيبة بالاسم، وكمان في لائحة جديدة كارتيرون بيحطها، هقول لكم على الملامح بتاعتها، خليكم معانا لنهاية الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي برنامج بعد الماتش. النهارده معاكم في حلقه جديده. لو زملكاوي وبتحب دايما تتابع اخبار الزمالك وتحليلات ما بعد مباراه الزمالك، فاكيد هيسعدنا اشتراكك معنا في القناه وتفعيلك لزر الجرس. وفي نهايه الفيديو لو الفيديو عجبك اكيد هتدعمنا بلايك للفيديو. جاي لكم النهارده بمواضيع كتيره. امير بيهاجم كارتيرون، وكارتيرون بيطلب 3 4 لعيبه ولائحه جديده، ورزاق سيسي وفرجاني ساسي فيهم مشكلة هنتكلم فيهم، ووكيل نجم الأهلي الزمالك بيتفاوض معاه. النهاردة حلقة دسمة، أعتقد أن أنت مش هتروح في أي مكان تاني. بس خلونا نبدأ يعني بكلمتين ثلاثة كده. الحمد لله كنا أول ناس اتكلمنا أن الكابتن أسامة نبيه اللي هو المدرب العام هيجي، والحمد لله جه. وإحنا أول ناس اتكلمنا أن الكابتن أسامة نبيه هو يستطيع القيام بمهام المدرب العام وفي نفس الوقت مدير الكورة، وهو ما يتم التفاوض عليه دلوقتي، وكل الناس الحمد لله بتتكلم عليه. يمكن إحنا كنا كمان من أوائل الناس اللي اتكلمنا على الشرط الجزائي الضعيف جدا، 150 ألف دولار مرتب شهر كارتيرون هيدفعهم ويمشي. امبارح ناس كل القنوات اتكلمت على الموضوع ده، ان الشرط الجزائي ضعيف جدا، حتى ان طارق حشيش المدير المالي للزمالك طلع مع ابراهيم فايق واتكلم في المواضيع دي كلها، انما ما لقيناش منه اجابه واضحه ولا اجابه صريحه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، مش بنقول لكم في هذه القناه الا المعلومه اللي ترضي ضميرنا، الا المعلومه الصحيحه. تعالوا بقى نخش في مواضيعنا السخنة، ونخش بقى في المهم وفي البهاريز بتاعت الحلقة. أمير مرتضى منصور طلع على تويتر امبارح رد على كارتيرون. كارتيرون طبعا كلنا عارفين انه لما جه قال انا وكان في صعوبات من الإدارة وكان في صعوبات مالية والكلام ده كله. طلع أمير رد عليه قال له انت ما احترمتش التعاقد بتاعك، او مش ما احترمتش التعاقد بتاعك، انت مشيت في ظروف صعبة، احنا قلنا لك اقعد شهر واحد بس وبعد كده امشي، احنا اتحايلنا عليك قلنا لك الفلوس اللي انت عاوزها هنديها لك، انما انت مشيت في توقيت صعب، انت خنتنا وخنت اللعيبه وخنت الجماهير، والجماهير يعني بترد عليك دلوقتي، والجماهير غالبيه جماهير الزمالك رفضاك. امير هاجم كارتيرون. اعتقد ان لو مستشار مرتضى منصور باذن الله تعالى نجح في القضيه بتاعته، او القضيه بتاعته نجحت يوم الاثنين القادم، اعتقد انها تبقى الامور صعبة جدا ومواجهة قوية جدا ما بين المستشار مرتضى منصور وامير، في المقابل ما بين كارتيرون. هنشوف الايام اللي جاية مخبيانا ايه. تعالوا بقى نخش على خبر تاني. كارتيرون لما قعد مع ادارة الزمالك اتكلم في حاجات كتيرة ادارية والكلام ده كله، واتكلم كمان على الموسم القادم، قال لهم من دلوقتي جهزولي لعيبة، جهزولي 3 لعيبة انا عاوزهم بالاسم. وفعلا كارتيرون طلب 3 لعيبة، منهم 2 من بيراميدز ولعيب في العين الاماراتي. كارتيرون طلب بالاسم الموسم القادم احمد فتحي نجم الاهلي السابق وبيراميدز الحالي، وطلب نبيل عماد دونجا نجم خط وسط بيراميدز، وطلب كمان كارتيرون لابا كوجو مهاجم ونجم العين الاماراتي. الثلاث لعيبه دول بالتحديد كارتيرون طلبهم. انا معاه في نبيل عماد دونجا، رغم انه هتبقى طبعا ساسي وطارق حامد امام عاشور بيلعب في الحته دي ورؤى كمان بيلعب في الحته دي، انما طبعا دونجا نجم، واتمنى ان دونجا يجي الزمالك النهارده قبل بكره. ولابا كوجو طبعا لعيب صغير في السن ولعيب بسم الله ما شاء الله عليه، يعني مكسر الدنيا في الامارات.
انما احمد فتحي هي دي اللي انا توقفت عندها، حته السن. احمد فتحي كبير في السن، وانت عندك احمد عيد ناشئ، وعندك المسلوسي، وعندك حازم امام نوعا ما اصاباته كتيره بس اهو بيخش وبياخد في المباريات، انما احمد فتحي بعيد جدا. انما كارتيرون طلب من الاداره الثلاث لاعبين دول بالتحديد، كارتيرون بيعمل لائحه جديده للزمالك، لائحه فيها بقى الثواب والعقاب اللي انا كنت بطالب بيه من زمان، لائحه فيها زياده المكافئات بتاعه الفوز بالبطولات، وكمان فيها خصومات تصل لمليون جنيه للعيب اللي بيخرج على النص بشكل كامل، لائحة جديدة بمزايا جديدة بعقوبات جديدة بجزاءات جديدة. يعني ان شاء الله بإذن الله اتمنى انها تكون لائحة قوية، لائحة يعني يبقى فيها ثواب وعقاب بالمعنى الحرف بتاعها. تعالوا بقى نخش على الخبر التاني اللي موجود معانا النهاردة، وهو رزاق سيسي وفرجاني ساسي. رزاق سيسي وفرجاني ساسي، فرجاني ساسي طبعا مطلب جماهير نادي الزمالك، وفرجاني ساسي وبأشرف بن شرقي انا بطالب ان الادارة لازم تتكلم معاهم، وبالذات فرجاني ساسي اللي هو خلاص عقده بينتهي في نهاية هذا الموسم، لازم فرجاني ساسي بقى الادارة تتكلم معاه، لازم الاسبوع ده يتم حسم الامر بشكل نهائي. اللي جاب كارتيرون، واللي دفع شرط جزائي كارتيرون، واللي دفع مرتب كارتيرون، واللي دفع الشرط الجزائي بتاع باتشيكو، اعتقد يعني مش هيبقى صعب عليه يجيب لنا فرجاني ساسي، لانه مطلب من مطالب جماهير نادي الزمالك والمطالب الفنيه لكارتيرون فرجاني ساسي. الحاجه الثانيه رزاق سيسي، رزاق سيسي بدا وكيله يتكلم مع الاهلي تحسبا لاي حدوث اي هزه في المفاوضات مع نادي الزمالك. لازم الزمالك يخلص مع رزاق سيسي اليومين دول، ولازم الزمالك يوعد رزاق سيسي كان شرطه ان يمضي مع الزمالك وما عندوش مشاكل، بس من السنه الجايه رزاق سيسي طالب انه يكون موجود، مش عايز يطلع اعراض تاني، واعتقد ده حقه، وده اصلا مطلب جماهير نادي الزمالك. اتمنى من اداره نادي الزمالك انها تخلص مع رزاق سيسي، وانها تخلص مع فرجاني ساسي عشان ما نندمش، مش عاوزين نندم ونرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان. الخبر بقى الاخير اللي معانا النهارده ومخليه للاخر خالص، الزمالك بدأ في المفاوضات مع وكيل نجم الاهلي اللي هو مين؟ عمرو جمال. عمرو جمال بيلعب في الجيش، عمرو جمال بيلعب في الجيش إعارة من النادي الأهلي. وكيل عمرو جمال زي ما قلنا مع رزاق سيسي، بنقول لكم مع عمرو جمال. عمرو جمال وكيله بدأ يتكلم مع نادي الزمالك تحسبا ان الأهلي يجي الموسم الجاي ويقول لك انا مش عاوز عمرو جمال، يبقى وكيله مجهز له عرض قوي وعرض كويس من الزمالك. عمرو جمال طبعا معروف انه أهلاوي، معروف انه بينتمي للنادي الأهلي. هل بقى الكورة هتبقى احتراف ولا الكورة هتبقى انتماء؟ هل عمرو جمال لو جه الزمالك، لو حصل يعني وصحت المعلومه، هل عمرو جمال لو جه الزمالك هيبقى مفيد للزمالك ولا مش هيبقى مفيد للزمالك؟ اعتقد ان انا عايز اسمع الاراء بتاعتكم في الكومنتس، انما ده ما يمنعش ان احنا عايزين مهاجم قوي سفاح زي لابا كوتجو، اللي اتمنى ان اداره الزمالك بقى تخلص بقى الموسم طبعا المجلس الجديد بقى، بس اتمنى ان كارتيرون يكون مصمم عليه، سواء مع عوده مستشار مرتضى منصور او مع مجلس جديد يجي لقياده سفينه نادي الزمالك. فعمرو جمال وكيله بدا بالفعل يتكلم مع نادي الزمالك تحسبا ان المفاوضات ما تمشيش مع النادي الاهلي، او ان النادي الاهلي يجي السنه الجايه ويقول لعمرو جمال خلاص انا مش عاوزك. ففي ساعتها اعتقد ان ممكن الكلام يعني يتفتح مع عمرو جمال ويصبح لاعبا في نادي الزمالك. وعمرو جمال السنه دي ماشي بشكل كويس مع طلائع الجيش، انما مش على مستوى نادي الزمالك. الزمالك عاوز مهاجم سفاح بنفس المعنى الحرفي اللي انا بقوله، عمر خرابين، لابا كوتجو، بغداد بونجاح. الزمالك عاوز لعيبه زي كده، الزمالك عاوز لعيبه زي كده. انما عمرو جمال ممكن يجي كل حاجه، بس يبقى زيه زي المصريين كده. انما اتمنى من كارتيرون، اللي يهمني بشكل كبير جدا مباراه الثلاث، مباراه الترجي التونسي ان شاء الله باذن الله، اتمنى ان فرقتنا توفق فيها، واتمنى ان فعلا نتعمل لائحه قويه للثواب والعقاب داخل نادي الزمالك، لان ده بالفعل هو اللي ناقص نادي الزمالك. وصلنا للنهاية النهاردة، ان شاء الله بإذن الله نكون موجودين في ميعادنا المعهود والمعروف الساعة 8 مساء في بث مباشر، نتكلم بقى في الأخبار بالتفصيل والكواليس وكل حاجة تهمك وتهم نادي الزمالك. وصلنا لنهاية الحلقة، وفي النهاية لو زملكاوي بتحب دايما تتابع الأخبار الجريئة والحصرية لنادي الزمالك، فأكيد هيسعدنا اشتراكك معنا في القناة وتفعيلك لزر الجرس. وفي نهاية الفيديو لو الفيديو عجب حضرتك أكيد هتدعمنا بلايك للفيديو. أشوف حضراتكم على خير بإذن الله،
والسلام عليكم.